أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مضي الوزارة في تطوير الخدمات التي تقدمها للصيادين عبر تطوير الخدمات في المرافق كنوع من الخدمات المقدمة لقطاع الصيد واستمرارها في تحديث البنى التحتية لقطاع الصيد تلبية لاحتياجات العاملين في هذا القطاع ولما تمثله هذه المرافق من بنية تحتية تسهم في زيادة إنتاج الغذاء. وأكد المبارك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مرفأ سترة أن الهدف من زيارة الإطلاع ميدانيا على المساحات الموجودة في المرافق والتي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها لدعم الصناعة السمكية، مشددا على أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية زيادة الإنتاج الغذائي ودعم البنية التحتية لهذه الصناعات. وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بدراسة شاملة ومتكاملة لهذه المرافق من أجل تطويرها وتوفير المزيد من المرافق فيها بما يلبي احتياجات الصيادين والعاملين في مهنة الصيد وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل، كما وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافق. وقال الوزير المبارك أن اهتمام الوزارة بمرافق الصيد وتطويرها يأتي انطلاقا من التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ولما يحظى به هذا الملف من دعم مستمر من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الوزير المبارك إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة بدأت بتنفيذ استراتيجيتها في تطوير المرافق في مملكة البحرين والبالغ عددها 11 مرفأ موزعة على جميع محافظات المملكة. وقال المبارك أن أعمال الصيانة للمرافق مستمرة وتتم على مراحل حسب الموازنة التي يتم تخصيصها إلى الصيانة الشاملة، مؤكدا على أن أعمال التطوير والصيانة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الجدول الزمني المتفق عليه.